الرحمن الرحيم. واستماع الصنفين أي ولد الأبوين وولد الأب هودو تشهبو أخي لأبوين وأخي لأب أختي لأبوين وأختي لأب كاستماع الولد وولد الإبن وش أولاد أولاد إبنها أولاد نوكوبون أو عيني أو هيا تفاصيل كيف بيشان لبرمو فإن كان ولد الأبوين ذكرا أقا أخي لأبوين أخي لأبوين ببرين يقبو أو ذكرا معه أنثى ينيرو ميبون حزب ولد الأبي أولادي أبي ساقي دبن ساقي دبن لوقت خوش أقا ولد هبا ذكر با ذكر أنثى با أولادي ابنه تيان ندبر أو أنثى أدي أقر أختي لأبوين بو أختي لأبوين بو يعني ولد الأبوين أنثى بو وأختي لأبوين وإن تعددت يقبي دوبي سيبي فله ما زاد على فرضها هنجي أولاد أبي أجتك زياد ولا فرضي لو أن دمينيتوا لو أن دمينيتوا أو زت ما شاكا أجر نسبي يكبي نسبي برد نسبي برد أو يدي سد سد با أجر شيء شكبي سد سد با تكمل سلسانة أختي لي أب أجر أوان أخت أخبن أخت أخي لي أبن أو دبنا عصبو أي ما ولوها أوها فله ما زاد على فرضها فإن كان أنثى أجا ولد الأب أنسابه فلها مع شقيقة سلس ماشي تازمانجو أدي أجر أوان دوبون شقيقة نبو دو شقيقة بون ولا شيء لها مع أكثرة أجر دوبون سلسانيا همو برد يق أختي لأبو هي زنابة ساقد دبي إلا أقام أخي مبارك إلى قربي أو أقوتمان أختي أولادي أبويني ودقى أولادي أبي وشي ولدي دقى ولد الإبني إلا لهندك شتان نبي إلا أن الأختة لا يعصبها إلا أخوها أختي لأب إلا دبي برا أخوي بكات عصبة أمو زناي كات عصبة برا زناي كات عصبة أي فلا يعصبها ابن أخيها برايخ برازاناي كات عصبة أختي لي أب إلا هذا ببراي خوي بي بخلاف بنت الإبن بنت الإبن وأنا بوقت خوي قطمان سبراي خوي بي تسأمو زاي بي كوري براي شيد كجبي دي كات عصبة هذه ومانقو يعصبها من في درجته وابن عمها ومن هو أنزل منها أو إلا خوار خوي بفلش خوشي دا كرد عصبة كما مرة فلو ترك شخص أختين لأبويني يكك دو أختي لأبويني هبوه زوزو سلسانة دبا وأختا لأبين أختي لأب هبوه ساقطة وابن أخ لأبين ابن الأخ لأب هبي أو عصبية ابن الأخ لأب أي ما أولو يأختي لأب شهيت فللأختين الثلثان دو أختا كان سلسانة دبا والباقي لابن الأخ ولا يعصب الأخت لأبين أختي لأبي في ناكلة عصبة كذا كفلشي سنشي فلك كردنا عصبة لو أولادي ابنية لو أختي نية أقصى وأخت لغير أم أو زاري أختي لأم لغير أم أختي لأبوين بويان لأبو وأخت لغير أم أي لأبوين أو لأبين مع بنت أو بنت ابن فأكثر دقى بنت دابي دقى بنت الابن دابي عصبة كالأخي دبت عصبة هر زارك أختي لأبوين بو أختي لأبو دقى بنت الابن دابي بنت الابن وبخود دزاني حسابيان ديارة بس أقر أختي لأبوين وأختي لأب دقر بنت الابن دابن أختك دابت عصبة أوان أقر نسويان بديان سلسانيان برد أي ما ولو أختي لأبا وأختين لأبوين أو لأبين مع بنتين أو بنت ابن فأكثر عصبة كالأخي أو زوه بو أخ ما دام بو أخ فتسقط أخت لأبوين أو أخت لأبوين تازمانجو استمعت مع بنت أو بنت ابن أقدق بنت الابن دابو نبو عصبة ولد أبين أولاد أبي أخي لأب ساقدك بخوي أختي لأبوين أخي لأبهب أختي لأبوين أختي لأبهب أختي لأبوين النسوي دبا أو يدجلو أخي لأب عصبة في ساقد نابي
بأختي لي أبوين أخي لي أبساقي النابي برام أجر أختي لي أبوين استماعي كده جبينتو ده جبينتو الابني أختي لي أبوين قوتي ورد قريدة بتاع عصبة وشبوع عصبة ده بتاع أخي لي أبوين أخي لي أبوين أخي لي أبساقي دكا أو إيش عني أبساقي دكا دليل بيسيا روى البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت عيني أو سؤال الكرة فقال فرموي راوستن لأقلين فيها بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبر صلى الله عليه وسلم تسي حكم كردي أمن ببيرما أو حكمتان لودكم للبنت النصف أو معلومة بتنيا ولبنت الابن السدس أو تكملة سلسانيا وما بقي للأختي أي ما وجل أختي أبو يتعصب وتعبيري بولد الأبي كأمن قوتم قوتم ولد الأب ولد الأب أو هامقو ولد الأب إلا أن الأخت لا يعصبها إلا أخوها وأخت لغير إمن مع بنتين فتصبح أخت لأبوين اسمها ولد أب أو ولد أب نيبو دوائي كقوتم وتعبيري بولد أب أعم من تعبيره بالأخوات تعبيري لدى بأخوات أو إخو إلا ولد أبني آخر أو قوتي أخواتي ساقد دكا أخواتي لأب قوتي أختي لأبوين أختي لأب ساقد دكا أخي لأب ساقد دكا وزم لي قوتم ولد أبين الزور زور تعبير شد زوانا وتعبيري بولد الأبي أعم من تعبيري بالأخواتي أو زاري أو أختي لغير أم مانجو أخي لأبوين لأبيش مانجو أو زاري بعسي برهزان كن بره أولاده وان وابن أخي لغير أمين هذه كره برهة لداكو بابي كره برهة لبابي كأبيه استماعا وانفرادا أوانش حكمين وش حكم بابي خوتيان ففي الانفرادي أقبتني يك يك برازاي هبو ابن الأخي لأبوين هبو يستغرق التركتا همويدة با وفي الاستماع أجا بيكوبون كريب رأي لذاك بابي أجا كريب رأي لبابي أو يسقط ابن أخي لأبين بابن أخي لأبويني معلومة هروش بابي يساقي الدكر كركش كريب يساقي الدكر لكن يخالفه بران لحمود زيان زي قري بابي خون نيا همو أولادك زي قري بابي نيا لكنه يخالفه في أنه لا يرد الأمة من الثلث إلى السدسي ردي داشي ناكا لسلسي ولا سلسي داشي مردي بخوي حسي داشي سلسة اگر فرعي وارث وعدد إخوة أخوات نبي عدد إخوة أخوات نبو برن عدد ابن الإخوة هبو ابن الأخوات سنين أو هيس ابن الإخوة ابن كومرش برازا هبون هسل سيدبا ما دام براي النبي لكنه يخالفه في أنه لا يرد الأمة من الثلث لسدسي ولا يرث مع الزد زد إخوة ميرات بيكو دبن برن زد ابن الإخوة ميراث نابا ابن الاخوة ميراد ابنك ساقد دبن ولا يعصب اخته خشي فيناكر تعصبا اخ خشي خدك تعصبا اخ خشي اخي اخته بل ابن الاخ خشي ابن الاخ بنت الاخ بنت الاخ ميراد قرنيا الجنايب يا من باب متسمو مش عيني او هذا بخلاف ابيه في الجميع لو اشتان اشتاق باب وشي والنبو باب لوان بقوه تربو لكن يخالفه في انه لا يرد الامه من الثلث الى السدس او يك ولا يرث مع الزد او دو ولا يعصب اخته او سي بخلاف ابيه في الجميع كما مر ويسقط في المشركه لمشركش ابن الاخ ابن الاخ لابوين دون ابن اخي لابوين دي يقول بابا مهيز امنش دم اخي لام الان بابا كنما كركيتك ابن الاخي لابوين هتا هو رب بابا في مهيز بكلقنا واميراتنا با ويسقط في المشركه بخلاف ابيه الشقيق كما مر واوزاري بحث مامي بكي وعم لغير ام اي لابوين او لاب مامي لذاك بابي ولبابي كاخ وشي اخي كذلك اي لغير ام وشي أخي لغير أمه استماعا وانفرادا أقا استماع وانفراد بي فمن انفرد منهما عمي لأبوين يشهبوا بتني عن عمي لأبشي بتني هبوا أخذ كل تركة ماري هم بدي وإذا استمع عمي لأبوين ولأبهب سقط العم لأبين بالعمي لأبويني عزت الأخوة هبزانة بكريوان شهروية وكذا باقي عصبة نسب كبن العمي كره ما مل داكو بابي كره ما مل بابي كو بابي بابي ساقد كن اوش اوها اوش ساقد دكا وبني بنيه وبني بني الاخوتي
بلا بصمام وبني بني بن عامي كري 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 برا على ذاك بابي كري 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 برا على بابي ساق الدكا. وصلى الله على سيدنا محمد. أردرسك خوش سهل سهل.